السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ معكم حلقة جديدة من وقت للعب. النهاردة يا شباب هنلعب لعبة كاين بيست، لعبة السكاكين. نطلع على اخد سكينة، نجيب سكينة التفاحة، نرجع نطلع على البلاي نلعب بقى. لازم اجيبها في التفاحتين دول. خد 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 ابعد عني يا ماكنة يا ماكنة يا ماكنة. التفاحة كده واحدة في التفاحة وقف، يعني مش مشكلة. جمعت 90 تفاحة كده. ايوه يا ربي. طيب نعمل كده، نعمل كده ثم كده. والله مجموعة سكاكين بصوا جامدة. وانا على السكاكين هنجيب سكينة تانية، هنجيب سكينة الكنز لسه بتسيبها حالا. راح اتصرف واحدة كده ثم كده. مش عايزة كده. هنروح كده على سكينة الحلاوة دي، على سكينة الحلاوة كده. ايه ده؟ كاتب هدوم ستارت. واحدة كمان كمان. العب بلاي يا باي. اعلان برضو. يلا 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 عيب بقى كده بقى. ثم سنة تفاحة، يعني كذا تفاحة كذا تفاحين يا عيب. لا 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 يلا 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 يلا. طبعا هنلعب سكينة الكنز عشان هي شكلها سكينة الكنز حلوة. لا سكينة الكنز تاني، هي حلوة بصراحة. وده بقى كاسة بالله كده. ايه واحدة كده على طول نجيب التفاحة كده. انا نجيب التفاحة عشان ناخد تفاحة من عندها. خلاص هنا تفاحة، هنا واحدة تفاحة.
واخر واحده على طول على اللوبي يا ولد. شكل هنا كنتوني عشان شكلنا ما خدناش قبل كده على اظن صح. الله يعلم يا رب خلص هنا كده. ايوه مسكت الليمونه هوبا. يلا 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 يا عيب. عارفين ازاي تلعبوا لعبة السكاكين؟ تلعبوها كده بصوا لا 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 بس كده. حد فاهم حاجة؟ اللي فاهم حاجة يبقى كذاب لأن مش فاهم اللي أنا قلته. سكينة 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 ولا لأ؟ شوف بقى مرة تانية سكينة سكينة حلو. نوسن كنت هتخدمها قبل كده مش فيه. زيت الليمونة زيت الليمونة ليمونة هنا ليمونة ليمونة ليمونة. هي شكلها كسبناها قبل كده شكلها كسبناها قبل كده صح؟ الله لا 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 الله يلا الله الله يلا ايه كسرت. يلا يلا طبعا شو من افضل غطينا اللي عجبك الفيديو تنسيش باللايك واذا عايز الفيديو تنسيش باللايك وتشاركوا في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. يلا اشوفكم في فيديو جديد مع زي العاب. يلا سلام.